بسم الله خير الاسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صدق الله العظيم. وعذر الرسول الله ان كسرت في وصف، فان جمالكم يا طه لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في اوصاف له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية الى النهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف احمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور الحبيب محمد لن يخسفا. صلوات ربي وسلام عليك سيدي يا رسول الله. اسرك الراحلة الكرام والعائلة الكريمة الحاج سعد علي حسنين وعزة عبد الحميد حسنين وجمع عبد الحميد حسنين وعلي عبد الحميد حسنين والحاج مجاهد محمد والاستاذ مغازي محمد حسنين والدكتور محمد مبارك حسنين والحاج فايز حسنين والحاج ابراهيم رشاد وعصام حافظ والمعلم ايمن ابراهيم والكابتن احمد جلال وجميع عائلات العلوية جميعا بكل من فيهم يشكرون الى كل من يقدم لهم واجب العزاء. عود كريم طيب الى ساحة القرآن الكريم لكي يتلو علينا من ايات الله البينات ذلكم العلم القرآني الاذاعي علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وفخر قراء الاذاعة المصرية وسفير قراء مصر الى العالم الاسلامي والمعتمد بنقابة القراء والقارئ والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية علم التلاوة فضيلة القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل احمد. ندعو له جميعا بالتوفيق ولكم ولنا بحسن الاستماع. فليتفضل سيادته مشكورة مأجورا من المولى عز وجل. انه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الان مشكورا الى منصة التلاوة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم تخرج من أفواههم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وإنا لجاعلون
لجاعلونك عليها صعيدا جرزا. وحسبك أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ هو الفتوة إلى الكهف فقالوا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعدنا نقص عليك نبأهم بالحق
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وإذا وردت تقرضهم
الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتحسبهم أيقاظا وهم رقود الوصيد
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم يا الله
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم يتنازعون بينهم أمرهم أعلم بهم. قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم سيقولون ثلاثة راهعهم كلبهم مرجان
ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم الله.
ودا تستفدي فيهم منهم أحدا ولا تقولن فدا تمار فيهم إلا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت إلا
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من رشدا. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمحدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. لما تيسر من صدر سورة الكهف المكية. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة من ذلكم العلم القرآني الإذاعي، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وفخر قراء الإذاعة المصرية وسفير قراء مصر إلى العالم الإسلامي والمعتمد بنقابة القراء والقارئ والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، علم التلاوة فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل أحمد. شاكرا للعمدة عبد الرحمن عايد عبد الرحمن رحم الله والده. شاكرا للحاج جلال أبو الزحمد. شاكرا للعمدة مبارك. شاكرا لفضيلة الشيخ محمود أحمد إبراهيم. شاكرا إلى كل من حضر لتأدية واجب العزاء. شاكرا لفضيلة الشيخ محمود عفيفي. شاكرا إلى كل من حضر لتأدية واجب العزاء. شاكرا لصاحب مكبرات الصوت الحديثة الدولية إدارة المهندس محمد عمر والمقيم بكفر عجيبة. شاكرا لصاحب الفراشة والإنارة الذهبية البيضاء المتنقلة الحديثة إدارة المهندس أحمد حسن الصادق بالعلوية. شاكرا لصاحب واجب الضيافة إدارة المتر المتميز محمد خليل حسن الدسوقي ببني جري. شاكرا ايضا لصاحب موقع القراء على النت والبث المباشر على الهواء إدارة المهندس ناصر صلاح والمقيم بالزقازيق بشارع وادي النيل. أسرة الراحلة الكرام والعائلة الكريمة الحاج سعد علي حسنين وعزة عبد الحميد حسنين وجمع عبد الحميد حسنين وعلي عبد الحميد حسنين والحاج مجاهد محمد والأستاذ مغازي محمد حسنين والدكتور محمد مبارك حسنين والحاج فايز حسنين والحاج إبراهيم رشاد والعصام حافظ والمعلم أيمن إبراهيم والكابتن أحمد جلال وجميع عائلات العلوية بكل من فيهم يشكرون إلى كل من قدم لهم واجب العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.